اتجوزتي جوزك علشان بتحبيه ولا علشان هو اللي عودك انه يبقى سندك وفي ظهرك؟ لا، انا من اول يوم رحت واتعرفت بيه حبيته. حبيتيه من اول لقاء يعني؟ ما كنتيش بتجري عاوزه تتحامي في سند يبقى معاكي؟ لا لا خالص خالص، لا، لان انا كنت عارف احمي نفسي بعد ربنا، وربنا كان ساترني دايما. كنت في برنامج مع الممثل الجميل محترم اشرف عبد الباقي، وقال انه فتحي يتقدم لبنات الفنان احمد زاهر، وادى رياكشن كده انه مش مبسوط. لا، ما حصلش حاجه زي كده. الفيديو موجود. فتحي على عنده 21 سنه هو كان بيقولها بهزار، بس احمد زاهر خدها من غير هزار. ده دي تالت سنه. كان يوم عيد ميلادي، كان يوم عيد ميلادي، احنا عارفين. لا، ما هو الفيديو نزل ان الفنان احمد زاهر يستغرب واستاء، واحنا عندنا الفيديو علشان هم صغيرين قد كده، وابني صغير قد كده 17 سنه هيتقدم لبنات احمد. موافق يا احمد؟ احمد حبيبي ومراته حبيبتي، واحنا وانت قلتي كده في الفيديو على فكره، اصدقاء وحاضره فرحهم، اصدقاء من قبل ما يتجوزوا. يعني نعرف بعض واحنا كده اهو. وكنت انا مخطوبه لجوزي. ما تبتوش يعني، اتفرجتي على الحلقه ما اتضايقتيش؟ لا لا، ليه؟ حد دايما ايه؟ هو ما قالش حاجه وانا ما قلتش حاجه. لانه ممكن يكون استغرب، لانه ولاده كان لسه عاملين الفيلم مع تامر حسني. صغنطتين، اتنين صغنطتين. طيب، يمكن هو استغرب وانا استغربت علشان هم صغنطتين وابني صغنطت 17 بس سنه. بس انت رديتي وقلتي له بناتك هم اللي هيتعبوا ابني، انا ابني علشان هم ما شاء. فتحي طيب جدا. انت قلتي انا ابني طيب جدا. طيب جدا ومتربي جدا. وهم كمان انت ازاي سبتيه؟ بنات احمد عندهم اب محترم وام محترمتين وعيلتين محترمتين. تين تين تين. لا لا لا، احنا هنروح. لو زعلانه هقول لك انا زعلانه. السؤال ما انت سالتيني على حاجه وانا جاوبت. بس فكره الحكايه. هنروح الحكايه دي اللي اثرت فيكي وكنتي بترتعشي وكنتي خايفه قوي.